بتلوج الدنيا وبتشمس الدنيا يا لبنان بحبك لا تخلص الدنيا خبيك بعيني وبقلك غني تلجك المحبة وشمسك الحرية خبيك بعيني وبقلك غني تلجك المحبة وشمسك الحرية وطني حكاية بالعز مضواي ليش هالقد بحبك يا غاية الغاية بحبك يا عيني لأنك غنية تلجك المحبة وشمسك الحرية خبيك بعيني وبقلك دنية تلجك المحبة وشمسك الحرية الفنانة الفنانة هيام السعيد شو بتحب تقولي لمستمعين راديو صوت المغتربين العرب بتشكرهم دائما عطول على كل السهرات اللي بتتصور مباشرة وعطول بيحضروني بتشكرهم شكر كبير لهم وإن شاء الله يكون دائما على تحسن ظنهم وعطول متلاقى بالفرح الله يخليك شو تجون رسالة بغنية بوجه لهم رسالة بغني لهم مقطع من غنية بحبك يا لبنان بحبك يا لبنان هي مهداة مني لإلهم وإن شاء الله بأقرب وقت نشوفهم عنا هون بلبنان نحن بنتمنى من كل قلبنا كل المغتربين يرجعوا على وطنهم هيدي أحلى رسالة بتمنيها إن شاء الله إن شاء الله شمال لا لم بتضل بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك بحبك يا لبنان يا وطني بحبك بشمالك بجنوبك بسهلك بحبك تسأل شو بني وشو اللي ما بني تسأل شو بني وشو اللي ما بني بحبك يا لبنان يا بدي اشكرك باسم راديو صوت المغتربين العرب على كل شيء قدمتيه معنا حفلات بلبنان لهم مباشره كمان اكيد الفنانه المتالقه دائما الصوت الراقي الفنانه هيام السعيد اسعد مساك شكرا لك كثير حبيبي